انت متأكد يا حسن ان فريق ده بقى متريش صح؟ يابا بقولك واخد حتة شقة في حتة عمارة في المانيال، البواب بتاعها ما بيقولوش غير يا باشا. يا باشا؟ الله، فريد ابو العيلة يتقال له يا باشا؟ عجبته لك يا زمن. ما انا بقى عشان كده هفضل متبت بايديا واسناني في البنت بنته دي. دي بقى اللي هتنطرني نطرة جامدة قوي لقدام، ما هي بنته الوحيدة، هتكوش على كل حاجة. وفريد ابو العيلة ده هيبقى حيلته حاجة؟ يلا هادي انت وهو العب بعيد بالكرة دي، الكرة دي لو جت هنا تاني انا هقطعها. الله، فريد ابو العيلة طول ما هو واخد شقة لوحده وعايش فيها لمزاجه وسايب بنته ومراته وشايفين الذل، مش هيتفضل معاه حاجة لا في حياته ولا بعد ما ماتوا. لا يابا، انت اصلك مش فاهم. انا رحت للبنت قمر فطمتها على كل حاجة، قلت لها ابوكي واخد شقة في المانيا اللي عايش فيها حياته، تقوم تاخد امها ويروحوا يطبوا عليه يلحقوا القرشين اللي فاضلين. يا ابن الحلو، ايه ده؟ مخك كل سن قلق. شفت يابا؟ ذكي زي ابوك. يا سلام يا سلام على الضحك والروقان بقى يا راجل، سايب المحل لوحده وقاعد تتسامر مع المحروس ابنك. لا يا حبيبتي، ما انت اصلك مش فاهمه، المحل دلوقتي فيه موظف، اول ما هيجي له تليفون هيجي يقول لنا على طول، لان الشغله بتاعتنا الجديده دي كلها تليفونات. ايوه مرات ابويا، وبعدين بقى ما اسموش محل، ده مش ورشه، ده مكتب. مالي ومال جوزي، اقول اللي يجي على مزاجي واللي على هوايا يا عينيا. اه طبعا يا حبيبتي، مالك ونص كمان، انت الخير والبركه. ايه يابا؟ ده لسه معكلك 300 جنيه سخنين ما بردوش، مالها ازاي بقى؟ يعني لا، ما هي الخير والبركه برضو يا حسن كده بعد كله الخير والبركه. طب خليها تنفعك بقى. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، حصل لنا الرعب والتهديد وسيباني المفاصل. لا يا حسن، رايح فين يا حسن؟ رايح مكتبي، رايح مكتبي اللي عملته بدمي وشقايا وماشي زي الفل الحمد لله. دمك وشقايا؟ طب ما تنساش تجيب اربع بوجيهات بقى لنفسك. بقى يا راجل يا راجل، هتفضل كده عبد للقرش؟ اول ما الواد يديك فلوس في ايدك تنسى الدنيا وتسايسه؟ لا، وايه كمان، تعمله واحد علينا بعد ما كنت بتديله كل علقه والتانيه؟ ايوه يا سمسمه يا حبيبتي، كنت بديله علقه زمان عشان كنت بصرف عليه، انما دلوقتي هو اللي مشغلني وبيصرف عليا، ومن ساقط للاقط لقبض الارواح، كله بيجي على ايديك في الاخر. طب هات ايدك بقى 300 جنيه اللي اداهم لك. ال 300 جنيه؟ خدي يا حبيبتي، وانا بحوش عنك حاجه برضو، الخير والبركه. خدي بقى 200 جنيه وخلي ال 100 جنيه دول علشاني. تعمل بيهم ايه؟ هجيب بيهم قطع غيار. لا لا لا، هاتهم هاتهم، لو اتشالوا في جيبك هيتفرتكوا، هاتهم وانا اجيب لك كل اللي انت عايزه. خليهم معايا بس يا سمسمه يا حبيبتي. لا سمسمه ولا تمتمه، انا هجيب لك كل اللي انت عايزه. طيب الله يخرب بيتك يا حسن، ايه اللي خلاك قلت لها بس؟ ده انت ثقيل. بتقول حاجه يا بدوي؟ لا لا يا حبيبتي، انا اصلا حاسس ان ابلتين مخي لدع. يعني ابوكي طلع واخد ورثه فعلا؟ يا حسن كان واخد ورثه، بس هو على فكره كان هيقول، بس هو قال يعني كده كان عاملها لنا مفاجاه. طب قال لكم ايه بقى على نظام الشقق والعمارات والحاجات اللي هو قايل لكم عليها دي؟ ها؟ قال لكم ايه؟ اوعى تكوني فاهمتيني ان انا مفطمك على حاجه. لا يا حسن، هو انا عبيطه؟ بس هو على فكره اللي جابني وقعد يقول لي يا عمرتي يا حبيبتي، ده انا جبت لك حته دين شقه انت وامك، بس انا قلت له ابدا عمري بسيب الحته اللي اتربيت فيها. امال ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفقر اللي انت فيه ده؟ كده برضو يا حسن؟ دي كلمه تقولها لي؟ انا ما اقصدش يعني، بس اصل بصراحه ما حدش يسيب مطرح زي اللي ابوكي واخده ويفضل متبت في المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده. والله كل واحد وذوقه بقى. طيب المهم بقى دلوقتي، طالما ابوكي ربنا فتح عليه واداله من واسع، نفسيته راقت وحكايته ارتاحت، ما يريحنا بقى ويدلعنا ويبشبش علينا كمان شويتين. يبشبش ايه يا واد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت ناسي ان انا ليا عندك 10,000 جنيه جنيه انتح جنيه، لسه لا شفتهم ولا قبوا على وش الميه، عايز كمان ابويا يبشبش عليك؟ انت ايه حكايتك؟ اخص عليك يا امورتي. لا بجد اخص عليكي. انت فاكرين انا طمعان فيكي؟ انا قصدي بشبشها اللي وافق على جوازنا. انا خلاص ما عدتش قادر اعيش من غيرك. يعني انت كنت تقصد كده؟ او كتاب الله، امال هقصد ايه يعني؟ خلاص برقى يا سنسل. لا بقول لك ايه؟ ال 10,000 جنيه بتوعك متشالين، موجودين في الحفظ والصون، عايزاهم من العين دي قبل العين دي، لكن كل شويه بقى تقعد تقولي لي لا. خلاص بقى يا حسن، والله ما كنت اقصد، دول يزيدوا معاك يا واد، ما هو كله في الاخر ليا. انت مش عارفه انا بعمل ايه؟
ده انا بفحر في الصخر كده، بفحر في الصخر عشان ال 10,000 يبقوا 30 و 50 عشان اقدر على طلبات ابوك اللي زادت قوي بعد ما ربنا اداله. خلاص بقى يا سانسو، هو لما يتاكد كده ويعرف ان انا عايزاك ومش هسيبك اكيد هيوافق. وحتى لو ما وافقش انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك، انا ممكن حتى اتجوزك من وراها، انا مش هسيبك تروحي مني ابدا. ان شاء الله الحكايه مش هتوصل لكده وهيوافق. جرسون حلو قوي يا ماما. اول مره احس ان انا لوحدي محور اهتمامك. اخيرا حسيت ان انا واخد حقي فيك يا ماما. ده انت حبيب قلبي، مش بيقولوا اخر العنقود سكر معقود؟ عارف جمال المكان ابتدى يبان لما ابتدوا يوضبوه. فعلا واضح انهم عملوا مجهود جامد قوي. كل ماده بتبان ريحه محمود فيه اكتر، وعشان كده انا متمسك ان انا افضل قاعد. يا سلام، طب ما ريحة محمود في السنتر، هو اللي عمله وهو اللي وقفه على رجليه. بس السنتر دخلت فيه روايح تانية بوظته وضيعت جماله وحلاوته. بالاخر كده يا ماما انا لا هرجع السنتر ولا هرجع الشقة بتاعت مصر تاني. انا هقعد هنا وهشغل المكان ده وهيفضل اسم بابا عليه. هبتدي مرحلة جديدة في حياتي جايز انسى بيها اللي انا شفته. طب وانا يا احمد؟ انت ايه يا ماما؟ انت كل حاجة ليا. بس انا قول انت ايه؟ انا اكتر واحد محتاج لك يا ماما. حنان خلاص اتجوزت ومستقرة مع جوزها وده بارادتها، ولو حضرتك عاوزتي تشوفيها ممكن تروحي لها في اي وقت. مصر وسوريا مفيش بينهم حواجز، والاخ التاني برضو افطار حياته مع ابوه. لكن انا حبيبي انت اللي اخترت الحياه هنا معاكي. انا اخترت حياتي هنا معاكي، وزي ما وقفتي ورا بابا زمان وكبرتيه عايزك تقف قدامي واكبر بيكي ومعاكي. حاضر يا هنفكر في الموضوع. خلاص خلصت ولا لسه يا ممدوح؟ لا يا حبيبتي لسه شويه. ايه انت زهقتي ولا ايه؟ لا بس قدامك قد ايه يعني تقريبا؟ يعني تقريبا ساعة. اصل حامد جاي دلوقتي من دمياط ولازم استناه بدل ما اجل الميعاد لبكرة. طيب مش انت اللي صممتي تيجي معايا المكتب؟ هو انا هسيبك تاني؟ مكان ما تروح رجلي على رجلك. حبيبتي انا عايزك تثق فيها شوية. خلاص بقى مش كل اللي يغلط مرة يغلط على طول. وانا ما عنديش استعداد ابقى مكبرة دماغي ومطمنة وواثقة فيك اخد على دماغي في الاخر. يا حبيبتي صدقيني ده مش ممكن يحصل، لانه لو كان هيحصل كنت هرجع لك تاني ليه؟ واضحي بكل حاجه عشانك ليه؟ تضحي؟ انت بتسمي اللي حصل ده تضحيه يا ممدوح؟ يا حبيبتي والله ما اقصد، انا قصدي اني بعت كل حاجه عشان اشتري رضاكي، ده اللي انا اقصد اقوله. طب ايه رايك يا ممدوح اشتغل معاك هنا في المكتب؟ تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ مش دي شركه شحن وتفريغ؟
ايوه خلاص اشتغل يا اما في الشحن يا اما في التفريغ. لا انت عايزه رايي بقى، انت اشتغلي في الاثنين. لا بجد، مش انت خريج تجاره ومراد كان خريج تجاره وانا بدرس تجاره، يعني كله زي بعض. يا حبيبتي لما تبقي خريجه ابقي تعالي نقي الشغلانه اللي تعجبك. يا سلام، طب ما انا مسيره اتخرج. يا حبيبتي انت لا بتذاكري ولا بتحضري ولا بتفتحي كتاب، يعني من الاخر طالبه مهمله. عايزه تقنعيني بقى ان انت هتتخرجي بقى كده؟ بتذلني يعني؟ الو، ايوه يا ممدوح، انا عايزاك في موضوع ضروري جدا. في ايه؟ يعني ايه في ايه؟ يعني هيكون في ايه يا ممدوح؟ الولاد عايزين مصاريف وفلوس، وان كنت نسيت انك عمهم فاكيد ما نسيتش انك شريك ابوهم في المكتب وفي كل مليم. لا طبعا ما نسيتش ان عمهم، ولا نسيت ان ابوهم شريك معايا في كل مليم، وحقهم هيوصل لهم وزياده. تحت امري، مع السلامه. ايه التماحيك بتاعتها دي؟ تماحيك ايه يا حنان؟ الست بتتكلم بمنتهى الاحترام وبتطلب حق اولادها، وبعدين انا فعلا بقالي فتره طويله ما اديتهمش فلوس. هو انتوا لازم تفضلوا شركه؟ يعني ايه؟ يعني ليه ما تفضش الشركه وتديهم حقهم يتصرفوا فيه زي ما هم عايزين، وتبقى انت الملك الوحيد للمكتب، ولو محتاج سيوله انا مستعده ادخل بدالهم واديك فلوس تديها لهم. وانت ترضيها لي يا حنان؟ هي ايه دي اللي ارضيها لك؟ ترضي لي ان ابيع طفلين صغيرين لسه ما وقفوش على رجليهم بمجرد ما ابوهم يموت؟ فما بالك بقى اذا كان ابوهم ده اخويا، ومش اي اخ يا حنان، ده مراد. عارفه يعني ايه مراد؟ انا ما اقصدش كده، انا بقول لك اديهم حقهم، ما قلتلكش كل عليهم فلوسهم، ما اقدرش اقول كده اصلا. وحقهم ده بقى هيعملوا بيه ايه وهم لسه عيال مش فاهمين اي حاجه في الدنيا؟ بصراحه مامتهم غلبانه قوي، ولا بتعرف تفكر ولا بتعرف تخطط ولا بتعرف تعمل اي حاجه. حنان لو سمحتي مفيش داعي انك ترمي كلام. كلام ايه؟ دي مامتهم دي هتعرف تشغل لهم فلوسهم وتكسبهم كويس قوي. يا ستي لو طلبت يبقى خير وبركه، على الاقل هتريحني وتشيل هي مسؤوليتهم. هو انت هتستنى لما تطلب؟ حنان عشان خاطري، عشان خاطري ما تحملينيش فوق طاقتي. امهم انا خلاص بعدت عنها، لكن الولاد لا يمكن ابعد عنهم باي شكل من الاشكال. طب من فضلك خلص شغلك عشان عايزه اروح انام. احنا مش كنا اتفقنا ان نخرج نتعشى مع بعض سوا؟ لا انا عايزه اروح. اللي يريحك. بس تاهت ولقيتها. هي ايه؟ الطريقة اللي توصل بيها لابوك. ازاي؟ بص يا عم، انت تروح الشركة اللي تابع ليها الخط بتاع موبايله، وهناك في بياناته هتلاقي عنوانه مكتوب فيها. يعني هو يعني هيغلب؟ ده تلاقي عنده 100,000 عنوان. وبعدين الشركات دي ما بتديش كده البيانات لأي حد. يا ابني انت مش أي حد، انت ابنه. ذمتك دي مش خيبة تقيلة؟ هروح الشركة أقول لهم ايه؟ أقول لهم هاتوا عنوان أبويا عشان مش عارفة ألاقيه. أنا اللي غبي، أنا كان لازم أفهم إن في حاجة غلط من المواقف الناقصة اللي كان بيعملها. ده ساب حنان قبل فرحها بيومين اتنين، بعد ما قال هجهز وأجيب جهاز كبير وفخم، فجأة فص ملح وداب وقال إنه سافر. لا وإن جيت للحق كان ليه مواقف تانية كتير قوي، وكلها كانت مواقف غريبة وما تدخلش دماغ عصفورة، بس من الواضح بقى إن أنت كان ليك مزاج تصدقه. أنا كنت بتنشأ على أي حاجة تسند عليها. طب أنت دلوقتي هتقول إيه لمامتك ولأخوك لما يرجعوا؟ ولا حاجة طبعا، مش هقول لهم أي حاجة. ده أحمد ساعتها عايش مدفية شماتة كبيرة جدا، هتبقى فضيحتي بجلاجل. أنا لازم أدور على أي مكان أتوى فيه وما أوريش لأي حد وشي تاني. طب وحنان؟ ما هي بنت أخرى والأصول تقول لها. والله ما أنا عارف يا عادل أعمل إيه. أنا بقيتش عارف أفكر. بس أنا لازم أفضل وراه لحد ما ألاقيه. أنا عمري ما هسيبك في كل الأحوال، لأني عارفة إن طارق مش هيرجع لي إلا إذا اتقرص قرصة جامدة أوي من أبوه. يا عالم ده هيحصل إمتى؟ وحنان مشغولة بحياتها على الآخر، ممكن أقعد بالأيام ما أشوفهاش ولا تشوفني. شفتي بقى يا ماما إن أنا أكتر واحد محتاجك. طب والسنتر يا أحمد؟
شغلنا اللي كبرناه وحقق نجاح ما كناش متوقعين. اللي ينجح مره ينجح كل مره وفي اي حته. طب هقول لك على فكره كويسه، مش انت عايز ترجع تشغل المحل وتوقفه على رجليه؟ ايوه. خلاص انا هنزل مصر اشوف السنتر وهسلمه لجمال، لان هو الوحيد اللي انا بثق فيه، وابقى من بين هنا وهناك، يعني اسبوع هنا اسبوع هناك، والاسبوع اللي انا هنا هخلي حنان تعدي على السنتر تشقر عليه. اللي حضرتك بتقوليه ده فوق طاقة اي حد. ما هو مفيش حل غير كده. لا طبعا اكيد في حلول تانية. في ان انت ترجع معايا مصر، وده مش محطوط من ضمن الحلول اصلا. ومن الحلول اللي محطوطه ان انا اجي اعيش هنا. خلاص يا ماما، انا مش شغل هناك ابدا عندك مني خلاص. هو احنا هنتقمص زي العيال؟ ازاي تقول كده بس؟ عموما انا لازم انزل مصر لاني ما جبتش معايا هدوم كفايه، واوعدك لما ارجع ارجع ومعايا الحل للموضوع اللي احنا فيه ده. وريت بقى الحل ده يبقى هو اللي انا بتمناه. انا ما تهمنيش غير راحتك، وانت واثق من كده؟ واثق. لا 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 لا، انا زعلان منك قوي. خلاص بعت الدنيا كلها عشان خاطر ابوك، وده ما ينفعش. ده ابوك من حقك انك تديله حقه، بس مش على حساب مامتك واخواتك وخالك. مش معقول يا ابني تبيع الدنيا كلها بمجرد رجوع ابوك. يا خالي والله العظيم انا ما بعت حد، انا بس كنت مشغول يعني بالمشاريع اللي هو بيجهز لها. بس مريم مسافره وهي زعلانه منك قوي يا طارق. هي صحيح ما قالتليش ايه السبب، بس حسيت من كلامها ولهجتها. ما انا جاي عشان كده. قول كده بقى، انك مش جاي تطمن على خالك ومرات خالك ولا حاجه. لا والله يا خالي انا عارف ان انا مقصر مع حضرتك، بس انا حاولت اتصل بيها هناك ومش عارف، وقلت ان انت اكيد يعني على اتصال بيها. طبعا طبعا بكلمها، وحنان بتكلمها هي كمان. انا ما رضيتش بصراحه اروح لحنان خالص لاني متخانق مع جوزها، وكمان مش راضي ابدا على اللي هي عملته انها ترجع له بعد كل اللي عمله فيها. بس دي حريتها يا طارق، احنا نقول ربنا يسعدها، مش معقول هتفضل مقاطعها. لا انا ان شاء الله هتصالح معايا يا طنط. وانت بقى يا استاذ قاعد فين؟ قاعد عند واحد صاحبي. طب مش قاعد عند باباك ليه؟ لا ما هو بابايا ساب الشقه ومسافر كده يعني، وراجع تاني ان شاء الله. مسافر تلاقيه عند مراته التانيه. مراته التانيه؟ هو ما كانش يعرف ولا ايه؟ رايح فين يا طارق؟ مش عارف. طب اقعد يا حبيبي، اقعد عشان عايز اتكلم معاك شويه. خالي انت تعرف مين هي مراته التانيه دي، او ماما حتى عارفه عنها اي حاجه؟ انا مبقتش فاهم اي حاجه ولا عارف اي حاجه، وحاسس ان انا اخر واحد بتوصل لي كل الاخبار. حبيبي مامتك لما عرفت ما رضتش تقول لك ولا تقول لحنان عشان ما تفقدوش حبكم لابوكم، ما كانتش عايزه تكسر صوره الاب جواكم. يعني ماما كانت عارفه الموضوع ده وما رضتش تقول لنا عشان نكمل في حب ابونا؟ طب حنان عارفه اي حاجه؟ لا ما تعرفش، والمفروض ما تعرفش زي مريم ما هي عايزه. ولما تبقى ترجع بالسلامه هي اللي تقرر ان كانت تقول لها ولا لا. طبعا هعرف يا ممدوح، لو رجلك خطت شقه اخوك انا هعرف، ولو كان على الولاد ممكن يجولك هنا مع اي حد، ان شاء الله حتى حامد سكرتير الشركه يجيبهم ويرجعهم تاني. ازاي بس يا حنان؟ ده كلام النبي؟ انت ترضين ان اشوف ولاد اخويا بالطريقه السخيفه دي؟ طب ما في ناس كتير بيشوفوا ولادهم بالطريقه دي بعد ما بيطلقوا الام، وانت مطلق امهم وهم مش ولادك اصلا، يبقى فين المشكله انك تشوفهم بالطريقه دي؟ ماشي ماشي يا حنان انت عندك حق، بس يعني مفيش طريقه احسن من كده اشوف بيها الولاد؟ الموقف ده انا مش قادر ابلعه. خلاص فكر وقول لي، وانا هبقى اشوف الطريقه دي تنفع ولا ما تنفعش. الو؟ ايوه يا طارق، انت فين؟ بكلمك كتير ما بتردش. مشاكل؟ مشاكل ايه؟ ما ينفعش في الموبايل؟ طب تعال. ايه ممدوح؟ طب خلاص شوف عايزني اجيلك فين وانا اجيلك. ماشي نتقابل في شقه ماما. باي باي. انت كمان مش عايز طارق يجيلي هنا؟ شوفي بقى طارق ده عمره ما هيدخل بيتي طول ما انا عايش. يا سلام، ليه يعني ده كله؟ ده واحد دماغه مقفوله وبيتصرف بمنتهى الهمجيه. اصلك ما شفتيش عمل ايه؟ اسال احمد لو مش مصدقاني. اقسم بالله يا حنان انا لو مش باقي عليكي لا كنت بهدلته او على الاقل حبسته. شفت بقى
لمجرد ان طارق مد ايده عليك، وده لانك خدعتني مش من غير سبب. مش عايز يخش بيتي مع انه اخويا، يبقى ازاي عايز يبقى في علاقه بيني وبين واحده ضربتني في ظهري وكانت هتخرب بيتي؟ انا كمان مش هسمح انها تدخل بيتي او يبقى في معرفه ما بيننا اصلا. طيب يا حنان، انت غيرت الموضوع ليه دلوقتي؟ الموضوع ما اتغيرش، هو هو. طيب يا حبيبتي ماشي، انت اتفقتي هتقابلي طارق فين؟ والله يا عامر غصب عني، ما كانش قصدي. يعني معقول هقصد ان اوقع الدنيا ببعضها؟ دي مش اخلاقي وعمري ما عملت كده. انا محرج جدا من مريم دلوقتي، اكيد التصرف ده هيضايقها. اكيد مريم هتقدر انها حاجه مش مقصوده، وان ربنا رايد ان طارق يعرف في الوقت ده ويعرف بالطريقه الغير مقصوده دي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا حبيبي. المشكلة دلوقتي في رد فعل طارق تجاه الخبر ده. واديكي شفتي محاولته المستميتة في انه يعرف عنوان مرات ابوه. يعني اكيد في دماغه حاجة عايز يعملها، عشان كده عايز يعرف العنوان. ارجوك يا عامر، ارجوك ما تقلقنيش، كفاية اللي انا فيه. انا عندي احساس فظيع بالذنب ومش قادرة اقاوم الاحساس ده. خلاص يا جهان خلاص، ربنا يستر والموضوع ده يعدي على خير. لا خلاص اوكي حبيبي، ان شاء الله هنبقى جاهزين المره دي. ماشي يلا، باي باي. ايوه ايه يا بنتي، في ايه غطسانه في ايه ده كله؟ كنت بكلم مازن، بنشوف الجواز هيتاجل تاني المره دي ولا لا. طب ومالك متضايقه كده ليه؟ والله يا اسماعيل انا ما فاهمه حكايه جوازي دي. في ايه؟ ماله بس جوازك؟ ما ديك شايف اهو، كل شويه تحصل مشكله تاجل الجواز. ساعه الخطوبه حادثه جوز حنان، ودلوقتي اهو الجواز اتاجل. سفر طنط مريم واختفاء احمد ومشاكل حنان مع جوزها. اما خلاص انا ومازن بقى زهقنا. لما انت يا بنتي متضايقه كل الضيق ده علشان اجلتي المناسبه بتاعتك شويه، امال يا عيني عمته المسكينه تعمل ايه اللي حصلت لها كل المشاكل دي في الوقت القصير ده؟ لا والله انا ما اقصدش يا اسماعيل، انت عارف انا بحب عمتي قد ايه، بس زي ما تقول كده خايفة. بيقولوا الجواز لما بيتأجل كتير يا بيفشل يا بيبقى مش سعيد خالص. لا لا لا، سيبك بس من الكلام السخيف ده، بلاش تشاؤم وخليه على الله. بقولك ايه، انت معرفتيش طارق كان هنا بيعمل ايه؟ طارق؟ ايه ده، هو جاي عندنا اصلا؟ اصلا انا كده سمعت نقاش سخن على الصبح كده بين بابا وماما عن كلام كده ماما قالته لطارق، مش عارف حاجة زي كده يعني. لا ما عنديش فكرة اللي بتكلم عنه ده. على العموم علاقات ولاد عمتي بقت متلخبطه خالص. اه كل الكلام ده ما حصلش الا من ساعه عم فريد ما دخل البيت. صح انت عندك حق. انت عارفه حاجه، طنط صفية كانت دايما تقول لي حاجه غريبه قوي، ان عمته كانت تعبانه قوي في جوازتها الاولانيه، وان عم فريد ده كان مطلع عينيها، وان عم محمود ابو احمد كان دايما يقول ان هو عايز يعوضها عن جوازتها الاولانيه دي. اهو جيب مشاكله وقرفه. يلا اكيد هنعرف الحقيقه في يوم من الايام. ايه رايح فين؟ خارج مع امنيه. ماشي معاك يا عم. وحشتيني. لحقت، ده احنا لسه كنا مع بعض امبارح. هعمل ايه طيب؟
مش عايزك تغيبي عني دقيقة واحدة. يا ريت حبك يفضل كده حتى بعد الجواز. من ناحيتي انا متأكد ان انا هفضل احبك على طول، المهم انت بقى. وانا كمان متأكدة ان مشاعري هتفضل عايشة طول ما انا عايشة، لاني ما كنتش احلم اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. طول ما انت بتحبيني هتخليني افضل احبك، وطول ما انا بموت فيكي هخليكي تحبيني اكتر واكتر كمان. ياه انا مش قادره اقول لك انا كنت متضايقه قد ايه ان انا سبت صحابي وحياتي وكل حاجه ليا في سوريا، لكن انا دلوقتي في منتهى السعاده اني لو ما كنتش سبت كل ده ما كنتش هقابلك. مين قال كده؟ كنت انا برضو هاجي لك سوريا واتلكك عشان ارجع بيكي واتجوزك. يعني ورايا ورايا بالظبط كده. قولي لي بقى يا حبيبتي، احنا ليه كل ما بنحدد ميعاد للجواز بتاجلي وتقول اصل انا مش فاضيه وناقصني حاجات ومش عارفه ايه ليه؟ لا والله ابدا، بالعكس انا كمان نفسي نتجوز ونبقى في بيت واحد، لكن انا مش عارفه اقول لك ايه. الله، انت هتخبي عليا ولا ايه؟ اي بنت في الدنيا بتستنى يوم فرحها وانها تخش بيتها وتبقى ملكه في مملكتها. امال انا ليه بقى الملكه بتاعتي غاويه تاجيل كده؟ اقول لك؟ يا ريت. اصل ماما يعني مالها مامتك يا بنتي؟ في اي مشكله من اي نوع عندكم؟ فهميني. لا هي مش مشكله، هو موضوع كده يعني، وماما مكسوفه تتكلم فيه، وكانت كلمت احمد وطنط مريم عشان تقول لكم، لكن بقى حصل اللي حصل وسافر. على فكره يا امنيه انا مفهم احمد على كل حاجه، انا مش عايزك غير الفستان اللي عليكي بس، انتوا مش تكلفوا اي حاجه خالص. لا 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 لا، انت دماغك راحت لبعيد خالص، المساله مش مساله فلوس، المساله يعني حاجه تانية. امال في ايه؟ طيب ما تفهميني. لا كده بقى انا هقول لك على طول، اصل بصراحه ماما هتتجوز. هتتجوز؟ انت بتتكلمي جد ولا بتهرجي؟ لا بجد. عارف انكل رشدي اللي كنت حكيت لك عنه؟ اللي هو رشدي جاركم؟ هو ده اللي هتتجوزه مامتك؟ ايوه. هو بصراحه كلم احمد واحمد رحب جدا. انا كنت في الاول متضايقه، لكن لقيت بفكر كده مع نفسي وقلت هي فعلا من حقها تتجوز، طب انا هتجوز وروح بيتي، هي هتفضل قاعده كده وحيده لوحدها؟ طب وماله يا بنتي؟ فيها ايه؟ دي حاجه ما تكسفش، وبعدين بصراحه ده له عيب ولا حرام؟ انا قلت لها كده برضه، لكن هي متردده تقول لكم ازاي. استني طنط مريم واحمد لما يجوا علشان تقول لهم. اقول لك على حاجه، انا هروح بنفسي وابارك لها واخد لها معايا شوكولاته، وكمان هكون شاهد على عقد الجواز بتاعها. بقول لك ايه، انت نسيتيني، تشربي ايه؟ ميرسي يا حبيبي، كلك ذوق. بصراحه يا ماما انا اضطريت افهم اسماعيل سبب التاجيل، عشان كان هو زعلان قوي، كان فاهم الموضوع غلط خالص. لا هو طبعا مش لدرجه زعل يا طنط، بس انا بصراحه يعني كنت مستغرب ان احنا ليه قاعدين بناجل كل شويه، والحمد لله يعني كل حاجه متوفره وانا جاهز. انت برضك لازم تفهم الموضوع صح، اصل رشدي كان عايز ان امنيه تخرج من بيته على بيتها، وكان يتمنى ان احنا نبقى متجوزين عشان يقدر يقف في الفرح ويقف جنبها زي ابوها بالظبط. يا سلام، ده انا يسعدني ويشرفني ان انكل رشدي يكون موجود، وبالذات ان انا سمعت ان هو شخصيه محترمه ومهذبه جدا، ده انا نفسي موت اتعرف عليه. بس كده اندهولك حال. انا هناديله يا ماما. هوفر عليك المشوار اكيد. هو مساء الخير يا ست العرايس. دايما بتيجي في وقتك يا انكل، اتفضل. الله، ده عرسنا كمان هنا اهو. عرفت ان هو ازاي وانت اول مره تشوفه؟ القلوب بقى بتعرف بعضها يا طنط. الله، جمله جميله. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. لا ده احنا اكيد هنبقى حبايب. اكيد يا عم. باين لنا احنا بقى هنطلع منها. تعرف يا رشدي، اسماعيل كان عايز يتعرف عليك جدا. من قلب للقلب رسول. على فكره يا انكل، انا قلت لاسماعيل ان حضرتك وماما هتتجوزوا اخيرا. تعرف يا اسماعيل ابني، انا بقالي قد ايه في انتظار موافقه الهانم تتكرم وتتعطف وتوافق على كتب الكتاب. قد ايه يا عم؟ من قبل امنيه ما تتخطب. واتخطبت امنيه، قالت لا لما تتجوز، لما اصريت ان امنيه ما تتجوزش وتخرج عروسه الا من بيتي، قالت لا نستنى بقى عشان ندي اسماعيل واهله خبر. شفت ابني غلبتني قد ايه؟ وبعدين يا رشدي انت هتشتكي لاسماعيل من اولها؟ لا لا لا، وانا اقدر برضه. طيب بقول ايه، طالما الامور استقرت كده والحمد لله، ايه رايكم بقى تحددوا ميعاد كتب الكتاب بتاعكم عشان احنا كمان نحدد ميعاد جوازنا ونخلص؟ بكره. طب صدقت. احكم يا اسماعيل ابني، الشقه ومفروشه وجاهزه مما جميعه. وايه؟ هتخرج من هنا تخش هنا، يعني الباب جنب الباب، يبقى ايه لزوم التأجيل بقى؟ بص يا عمي، انت معاك حق، بكره نكتب الكتاب. ده انت بقى اللي ما صدقت،
احنا وقعنا في وسط عصابه. مش قلتلك يا ماما اول ما تقابله هنطلع احنا منها؟ لما احمد يرجع من السفر. مش ممكن ابدا نتجوز واحمد مش موجود. معقول اللي انت بتقوله ده يا طارق؟ هو ده اللي حصل فعلا يا حنان. يعني بابا طلع بيلعب لعبه متشبكه من كل ناحيه؟ للاسف ايوه. يا حبيبي وانت اللي وقعت ضحيه كل ده؟ مش انا لوحدي يعني، انت كمان كنت ضحيه زي ما انت بنته. يعني لو كان كل اللي بيقوله صح كان زمانك عايشه في العز اللي هو بيقول عليه. لا يا طارق انا ما كنتش في حسبة بابا خالص، هو كان مركز معاك انت عشان عارف كويس قوي ان انت اللي هتحقق له طلباته مش انا. تقصدي ايه؟ بابا من يوم ما رجع لنا عارف كويس قوي ان حساباتك وتطلعاتك ملهاش اخر، وعارف يلعب عليها كويس لحد ما خلاك مش قادر تشوف حد غيره ولا اصلا عايز حد غيره، وخلاك تبعنا كلنا عشان تاكل الطعم اللي حطولك في الصنارة. انا ما بعتش حد يا حنان. وبعدين انت عايز تقنعيني ان انت كنت شايفه وفاهمه كل الكلام ده وانا الوحيد اللي كنت غبي ومش فاهم اي حاجه؟ انا ما انكرش يا طارق ان رجوع بابا كان فرحه كبيره ليا، وانا على فكره كنت ممكن ابقى في مكانك وتشد بنفس الطريقه، بس عارف ايه اللي انقذني؟ ان هو اهملني وانا قفلت منه من يوم ما جاش فرحي، وعمره ما جالي بيتي يطور رقبتي قدام جوزي. كل ده انقذني فعلا. مش بس ده، كلام ماما ليكي ونصيحتها ليكي هي اللي انقذتك. ماما بتكلمنا كلنا زي بعض، لكن انت اللي بقيت زي المكذوب. يعني انا يا حنان جاي اشتكي لك همي وفضفض لك تقومي خانقاني اكتر؟ طارق اتعود تفصل ما بين حساباتك اللي انت شايفها بدماغك وبين اللي الموقف محتاجه. انا ما بقولكش كده عشان اخنقك، انا بقولك كده عشان ارجعك للواقع وخليك تنسى الصدمه اللي انت عايشها دي. سامحيني يا حنان، انا اتصدمت صدمه كبيره قوي. انا زي ما كنت طاير في سابع سماء، بعد كده اتهبدت في سابع ارض. نصب عليا من شخص عمري في حياتي ما كنت اتخيل انه ممكن يعمل معايا كده ولا ينصب عليا بالمهاره دي، وهو ابويا. عموما من فضلك متقوليش لماما احمد اي حاجه، اي حاجه عن اي حاجه حصلت عشان خاطر. يا نهار اسود ومش فايت، يعني فريد ابو العيله معاه فلوس ومدكنها ومداريها عن الديانه اللي انا واحد منهم؟ اه امال انت فاكر ايه يا سي فارس؟ فريد ابو العيله دلوقتي وارث ورث جامد قوي، بقى بيلعب بالفلوس لعب ومش هامه حد ولا حد على باله. دي وقعته سودا ومهببه بهباب على دماغه ودماغ اللي يتشدد له. بس بقول لك ايه يا فارس اخويا، اوعى تقول لحد ان انا اللي قلت لك الكلام ده. انت لولا انك انت صاحبي وحبيبي وعشرة عمر انا ما كنتش قلت لك على ايها حاجة. لا يا اخويا كتر خيرك. عموما انا هعرف اخد فلوسي من حباب عينيه، بقى انا صابر ومش عايز اودي وصولات الامانة اللي معايا للبوليس، وبقول يا ده عيب، ده احنا ولاد حتة واحدة وعشان مراته وبنته الولاية يقوم يعمل كده. لكن لا لا يا حاج بدوي، فريد ابو العيلة جاب اخره معايا. لا ست مراته الغلبانة دي انت ما تعرفش دي كانت ايه وبقت ايه. دي كانت ورثة ورث، بيت طول بعرض والصيغة من فوقها لتحتها، وبتلعب بالفلوس لعب. فضل يتحنجل عليها لحد ما وافقت تتجوزه، وتفرج عليها دلوقتي قاعدة ازاي وعايشة ازاي وحالتها عاملة ازاي. بصراحة هي ست بمليون راجل، اي واحدة كان جرالها اللي جرى للمؤامر ده كان زمانها اتجننت. عشان بنت اصول، ابوها برضو كان معلم كبير وابن اصل. مش بيقولوا لك على الاصل دور؟ ولما انت عارف يا حاج بدوي ان على الاصل دور، عايز تاخد بنته لابنك ليه؟ لا ما هو برضو المثل بيقول اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها. هي ست جدعه واصيله، ما قلناش حاجه، بس ست طبعها جامد. عشان اللي بيعملوا فيها جوزها، انما ابني بقى بسم الله ما شاء الله حسن مؤدب وابن حلال ومتربي. عموما انا عملت اللي عليا ونبهتك زي ما انت نبهتني ان فريد ابو العيله معاه فلوس. ايوه برضو يا فارس اخويا، انت متاكد انك انت هتاخد فلوسك منه؟ وشرف امي لاخدهم من حباب عينيه وهتشوف. يعني ناوي تعمل ايه؟
قولي من الاخر كده هتجوزك. تتجوزني من ورا ابويا؟ من وراه بقى من قدامه معرفش. ما انا مش هستنى بقى لما يروح يجيب لي واحد من ولاد البهوات اللي عارفهم من يومين بعد ما ورث ياخدك مني. لا ده انا صور قتيل. بلاش تسرح قوي كده في الكلام. وبعدين انت فاكرني واحده من اياهم ولا ايه؟ ماليش رجاله يقفوا لي يعني عشان تقولي تتجوزني من ورا ابويا. انا راجلك واهلك وهبقى كفء ليكي، لكن ابوكي ده ما تاخذنيش يعني، ده ناس تعايرك بيه وبعمايله. لكن انا الحمد لله لا عمري ما اديت ايدي لحد ولا اكلت على حد قرشه. جريه ابن بدوي، ما تقعد عوج وتتكلم عدل، ولا انت نسيت نفسك في الكلام واتفردت عليا؟ وبعدين هو انت كنت تحلم تناسب فريد ابو العيله؟ وكل الناس بتتداين وكل الناس بترد اللي عليها، وابويا هيرد لكل واحد قرشه على الجزمه القديمه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ زعلت مني امورتي؟ مش قصدي والله ازعلك، انا بس عايز افهمك ان الناس اليومين دول زعلانين قوي من ابوكي عشان مواضيع الفلوس بتاعته كترت قوي. وبيني وبينك نفسي كمان يعني ربنا يفرج عليا واتجوزك وارفع راسك من غير ما استلف. وانا حتى لو اتجوزتك هفضل رافع راسي بابويا فريد ابو العيله، وان اتكلمت عنه كده تاني يا حسن قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. ماشي يا حبيبتي ماشي، كل اللي تقولي ماشي، بس وافق ان احنا نتجوز وانا ابقى زي الخاتم في صباعك من ايدك دي لايدك دي. وانا مش محتاجه خواتم في صباعي يا حسن، وبعدين انا محتاجه رجاله 100 100 وصح الصح، وما تطولش سنها على ناس المحترمين. ماشي يا حبيبتي، انا هبقى راجلك وادافع عنك واحميكي كمان، واللي يجيب سيره ابوكي اقطع له لسانه. وابويا مش محتاج اللي يدافع عنه يا حسن. ماشي ماشي يا حبيبتي حسن، وافق بس ان احنا نتجوز. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي رميته ده؟ ده جواب من جوزك لقيته في صندوق البوستة. النبي ده تلاقيه قايل لي على الميعاد اللي هيجي فيه اخر الشهر. كويس قوي يا اختي. ومالك خدت الخبر كده بزعل؟ تلاقيك عشان هو لما يجي انت هتمشي وتشوف مريم كل فين وفين. يا مجنون مريم. وهي فين مريم اصلا؟ انت هتجننيه؟ يا اخي حرام عليك خضتني. ما انت ماسكالي مريم مريم مريم، وانا حتى معيش نمره تليفونها عشان اكلمها واسمع صوتها. انا خلاص هتجنن. ما هو انا من شويه لقيت نور البلكونه بتاعها منور. تقصدي ان مريم جت من سوريا؟ تعالى هنا، رايح فين؟ رايح اشوفها واسلم عليها. تشوف مين؟ مريم. هيكون مين يعني يا زكيه؟ مريم ما جاتش. ما انت مش مديني فرصه اكمل كلامي. كملي يا اختي كلامك اللي يحزن يوجع القلب. اشجيني يا عظيمه باخبارك وكلامك. ما انا لما لقيت نور البلكونه والع خبطت، لقيت طارق وحنان قاعدين، سالتهم عليها قالوا لي لسه ما جاتش. كملت كلامك للاخر؟ طول عمرك كده يا حسناء، طول عمرك مصدر سعادتي في الدنيا كلها. نفسي مره تقولي لي خبر يسعدني ويشرح قلبي. يا رب صبرني، يعني عايزني اقول لك ان مريم جوه في شقتها عشان اسعدك وافرح قلبك؟ لا تسعديني ولا تضايقيني، سيبيني في حالي. انصرفي سيبيني بقى. اعمل له ايه ده يا رب؟ اجيبها له منين؟ طارق ماما. ايه ده؟ ايه الفوضى والقرف ده؟ هي دي المقابلة اللي بتقابليني بيها بعد رجوعك من السفر؟ انت هتمثل؟ هما يومين اللي انا غبتهم مفيش غيرهم. انت ناسي ان انت اللي سبت الشقة ومرضتش ترجع رغم اني اتحايلت عليك؟ ناسي انك قعدت شهرين ما تورينيش وشك ولا تطمني عليك؟ عايزني انا بقى عشان غبت يومين
ارجع اخدك بالحضن وانا ما بجيش اصلا على بالك؟ خساره بجد يا خساره، مع اني والله العظيم يا ماما كنت مستنيك عشان اول ما ترجعي من السفر ترمي في حضنك واقول لك وحشتيني.